وصلنا وياكم مشاهدينا إلى فقرتنا الرئيسية اليوم في برنامج العالم هذا الصباح، حيث أعلنت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية أن الوقت قد حان لإجراء مراجعة واقعية لوباء كورونا، وذلك بعد تسجيل 1,000,000 حالة وفاة بالمرض فقط في هذا العام. نعم، التساؤل هنا نجيب، هل بهذا الإعلان لا زال كورونا في مرحلة الخطر؟ وماذا عن تهاون البعض في الاشتراطات الصحية ورفض أي قيود تتعلق بمحاصرة الوباء، فهل هذا الأمر صحيح؟ هذا طبعا أمر لازم أو راح نتعرف عليه أكثر، وعلى هذه الإجابة الأكيدة من أهل الاختصاص. وطبعا يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو استشاري طب العائلة في مستشفى الأحمدية الدكتور أحمد عبد الملك. دكتور حياك الله ويانا وصبحك الله بالخير في برنامج العالم هذا الصباح. صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين، وسعيد جدا أكون معكم. يا هلا فيك. خلنا نبدأ وياك دكتور، تقييمك لهذه الحصيلة العالمية أعلنت عنها المنظمة، أعداد الوفيات بفيروس كورونا، يعني شنو يعني هذا التصريح؟ قبل فترة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أو مرض فيروس كورونا انتهى، الحين نتفاجأ بهذا التصريح الثاني. يمكن عشان نكون دقيقين بوصف العبارة، يمكن الجزء الأسوأ من جائحة كورونا انتهى، لكن الجائحة موجودة، الفيروس لا زال موجود، الفيروس لن يختفي. بالنسبة لحصيلة الوفيات هي 1,000,000 هذه السنة، وكإجمالي 6.5 مليون، لكن يجب أن ننظر إلى رقم الإصابات، لأن الوفيات ما تقدر تقيس كثره شرس إلا إذا قارنته بعدد الإصابات. عدد الإصابات العالمية على أقل تقدير 700,000، وبعض التقديرات تقول أنه ضعف هذا الرقم، يعني 1,400,000، وعدد الوفيات 1,400,000. نعم. إيه. فتصير عدد الوفيات كنسبة من 0.5 إلى 0.2، فهو مو بالرقم المخيف جدا ولا بالرقم اللي نتهاون فيه، لأن هذا الرقم يعني أن كل 250 واحد ممكن أن يتوفى، لكن هذه النسبة أو هذه شراسة الفيروس كانت أكثر في أول سنة أو سنة ونص من الجائحة، لكن بعد أن أتت التطعيمات وتم تطعيم جزء كبير يعني من البشرية وصارت في المناعة المجتمعية، بدأ كيرف الوفيات ينزل بصورة كبيرة جدا، مما تترجم إلى الرقم اللي تقولون عنه أنه 1,000,000. لكن في أيضا شيء مهم، أن الكثير من أرقام الإصابات في السنة الأخيرة غير مسجلة، حين يعني وايد ناس فيهم كورونا لكن ما يسوون الفحص أو البي سي آر، فنسبة الوفيات قلت بشكل كبير جدا جدا جدا. هناك تفاؤل يعني، لكن لا زال نفس ما قلت أن بعض الإجراءات الاحترازية التي يجب أن شوية تكمل معنا في يعني الفترة المستقبلية. دكتور حضرتك ذكرت يعني مثل ما قلت أن بالفعل هي الجائحة لم تنتهي بعد، ولا زالت هناك دول مثل الصين مثلا تسجل إصابات عالية نسبيا، لكن هل هذا يعني أن مستقبلا هناك متحورات جديدة قد تصادفنا من فيروس كورونا؟ نعم، اللي صار خلال السنة الماضية أن في متحورات جديدة، لكن بحمد الله ولطفة المتحورات هذه قد تكون أسرع بالانتشار، لكن شراستها، ونقصد بالشراسة يعني بس عشان نوضح هذا المصطلح، أنه إيش كثر يتعبون وايد أو إيش كثر يدشون المستشفى وإيش كثر وفيات، هذا الكيرف أو هذا المنحنى في نزول. وغالبا في دورة حياة الفيروسات لما تقل شراسة الفيروس غالبا لا يرجع إلى المربع الأول في شراسة كبيرة، كل شيء ممكن أن يحصل طبعا، لكن كل مؤشرات تقول أن شراسة الفيروس قلت كثيرا جدا مقارنة بالفيروس الأصلي أو حتى المتحورات الأولى. نعم، شنو موضوع الجرعات التنشيطية دكتور؟ يعني الحين حتى احنا في بداية البرنامج تكلمنا عن جرعات تنشيطية، يمكن حتى إسراء قالت للجميع، قلت خلينا نحط بين قوسين كلمة للجميع، الجرعات التنشيطية اللي حاليا أو يعني مطالب فيها شريحة أعتقد من الناس أو يمكن كل الناس، فأنت أخبر في هذا الموضوع. السالفة الجرعة التنشيطية هذه يعني ترى راح تكون الرابعة. هذه الرابعة. إيه يعني في وايد ناس يمكن يعني يقول لك الثالثة وقف، الثانية قال لك وقف، في ناس طبعا ما أخذت من الأساس. نعم، أنا بس أبي أقتبس كلمة حج أسبوع اللي طاف هم قاعد يسألني، قال لي دكتور شو التأليف؟ يعني وصلنا الرابعة لمتى بتوصلون معانا؟ وهو يعني فهم صحيح عند البعض أن لمتى يعني. أول شيء الجرعات التنشيطية ترى مو شيء جديد على الطب، على سبيل المثال لما تروح الحج
كل سنتين قاعد تاخذ تطعيم السحايا كل سنتين، شو الغرض منه؟ رفع الاجسام المناعيه عشان تمنع عنك الاصابه، وكذلك الموضوع مع الجرعات التنشيطيه لفيروس كورونا. يمكن الاستغراب ان صارت الفتره الزمنيه ممكن مو سنتين، يعني اي اخذنا جرعتين بعدها بستة اشهر قالوا الثالثه والحين بعد سنه الرابعه. الجرعه التنشيطيه الرابعه ببساطه ترفع الاجسام المناعيه، هل هي للكل؟ حاليا لا. البروتوكول في دوله الكويت اي احد فوق ال 50 سنه او عنده امراض مزمنه، او ممكن الفئات الاصغر 12 سنه واكثر بشرط ان تكون عندهم مشاكل مناعيه كبيره، نفس الله يشافينا او يشافيهم مرضى السرطان اللي عندهم ياخذون الكيموثيرابي او العلاج فيصير جهاز المناعه نازل، الناس اللي على الجرعات كبيره من الكورتيزون، ففئات خاصه جدا. فيعني النصيحه الصحيحه يعني استشير الطبيب اللي تتابع هل تحتاجه او لا. حاليا فقط فوق ال 50 وعندهم امراض مزمنه او اللي عندهم مشاكل مناعيه كبيره. دكتور، هذه الجرعات التنشيطيه يعني هي كلها من يعني نوع تطعيم، بغض النظر اذا كان مثلا الشخص متطعم انواع تطعيم اخرى، لكن الجرعه التنشيطيه الثالثه والرابعه هو من نوع تطعيم واحد، وما يعني ما في اي مشكله ان احد يكون ماخذ تطعيم معين ويعوضه يعني وينشطه بجرعه تنشيطيه بتطعيم اخر. نعم صحيح. نعم اي صحيح، التطعيم الموجود حاليا عندنا بالكويت هو تطعيم مودرنا اللي كجرعه تنشيطيه رابعه. ماكو اي مشكله او تعارض اذا انت الاولى او الثانيه اخذت فايزر او اخذت اوكسفورد، ماكو اي تعارض، المناعه ستتحقق حتى في حاله اختلاف نوع الشركه المصنعه للتطعيم. جميل. خر طبعا دكتور نبيك تبقى ويانا على اساس بنروح ايضا لسكايب وجنيف. اسراء اعتقد ان الماده الجايه عندك راح تكونين مع السكايب. صحيح. اذا سنذهب معكم مشاهدينا الى منظمه الصحه العالميه التي اعلنت عن ان فيروس كورونا قد اوجى بحياه مليون شخص في العالم منذ بدايه العام الحالي. ودعت المنظمة الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح في وقت لا يزال فيه ثلث سكان العالم من دون لقاح. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من جنيف مراسلة دولة الكويت دينا أبي صعب. أهلا بك دينا. في البداية إعلان مخيف أدلت به منظمة الصحة العالمية، كيف يرى المراقبون هذه الأعداد المخيفة من ضحايا الجائحة اليوم؟ هو رقم مخيف، مليون حالة وفاة مسجلة حتى اليوم حسب منظمة الصحة العالمية، ولكن ليس الرقم النهائي. تقول المنظمة دائما أن هناك الكثير من الحالات التي تحصل بالفعل ولكن تبقى بعيدة عن التدوين والتسجيل في الدول، وبالتالي يعتقد بدون شك أن هذا الرقم هو أعلى بكثير. أشارت المنظمة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات منذ نهاية عام 2019 وظهور فيروس كوفيد-19 قد وصلت إلى ما يقارب 6.5 مليون تقريبا، وهو رقم آخر مرعب بالنسبة للبشرية. بطبيعة الحال يعني تحذر المنظمة من أن هذه الأرقام لم تتوقف ولم يوضع لها الحد المناسب، خصوصا مع يعني توفر العلاجات واللقاحات كما ذكر ضيفكم وتوفر سبل الوقاية أيضا. ولكن هناك حالة تراخي عام يبدو أنها بدأت تظهر أكثر فأكثر مع يعني انتشار هذا المرض، زيادة الحالات، وأيضا هناك تراجع في التعامل بشكل جدي مع هذا المرض. بطبيعة الحال المنظمة تطالب دائما بالتعامل بجدية تامة مع الحالات الجديدة، عدم السماح باتساع انتشار الحالات، وأيضا تطالب الحكومات بضبط عملية التعامل مع هذا الفيروس واستخدام اللقاحات. المعلوم أن لدينا الآن أعداد وافية من اللقاحات من شركات مختلفة، العلاجات متوفرة أيضا، المطلوب فقط التعامل معها بجدية واستخدامها. هل هذه الأعداد التي ذكرتها هل يعني أن العالم قد تخطى المرحلة المأساوية للجائحة بعد هذا العدد الذي ذكرتيه؟
يعني نحن وقعنا بالمأساة بالفعل، المرحلة المأساوية والصعبة جدا قد تكون باتت خلفنا، لكن هذا لا يعني أن الفيروس انتهى بالفعل، بدليل أن مليون حالة وفاة وقعت هذا العام، هناك ملايين الإصابات أو ربما عشرات ملايين الإصابات حول العالم، الأرقام ما زالت تتصاعد، وإن كانت حدة الفيروس نفسه قد تراجعت بعض الشيء في المتحورات الجديدة، ولكن هذا لا يعني أن الوباء انتهى تماما من العالم، ما زالت الحالات موجودة وما زال التعامل مع هذا الوباء أمرا واقعا. وأيضا تصنيف هذا الوباء كوباء سريع الانتشار، خطير، مصنف بالدرجة العليا في منظمة الصحة العالمية، ما زال موجودا، ما زال التصنيف القديم الذي أعلن عنه في بدايات الأزمة هو نفسه اليوم. بالتالي ما زلنا في خطر مستمر، خصوصا مع عدم المساواة التي لطالما منظمة الصحة العالمية تحدثت عنها، عدم المساواة في توزيع اللقاحات، ما زلنا نتحدث عن دول نسب التلقيح فيها منخفضة رغم توفر اللقاحات في العالم ورغم التمويل الذي حاولت المنظمة تخصيصه لهذه الدول. بالتالي الأزمة مستمرة. دينا، كما ذكرتي الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية لطالما ناشد الدول أن تكون هناك عدالة في توزيع اللقاحات، ولكن برغم ذلك نلاحظ أن هناك أرقام كبيرة لدول فقيرة لم تستطع الحصول على اللقاح الكافي لشعوبها، لماذا يا ترى؟ هناك يعني حسب ما قال تدروس أدهنوم المدير العام للمنظمة، هناك عدم أخلاق أيضا في التعامل مع اللقاحات، لا فقط عدم مساواة. الدول الغنية، نتحدث عن تقريبا 10 دول استحوذت على النسبة الأكبر من اللقاحات، وأيضا اللقاحات الأفضل في العالم، نتحدث عن لقاح موديرنا أو بعض اللقاحات الأخرى. هذه اللقاحات خصصت أو وجهت إلى هذه الدول الغنية بسبب تسديدها المبالغ القصوى من الأموال وحجزها المسبق لجرعات اللقاحات. في المقابل ظلت الدول الغنية غير قادرة على تسديد هذه الفواتير العالية. منظمة الصحة العالمية حاولت توجيه بعض اللقاحات الأقل حظا أو الأقل إفادة ذات الردود الفعل الجانبية الأعلى إلى دول الأفقر. بالتالي عدم المساواة لم يكن فقط بتوزيع عدد اللقاحات وإنما بنوعيتها أيضا. بالتالي وصلنا إلى هذه الحال اليوم، هناك دول غنية نتحدث عن 10 تقريبا، في المقابل هناك عشرات الدول الأخرى التي ما زالت لم تحصل على نسبة 25% من اللقاحات حتى الآن. سوء التمويل، سوء التوزيع، عدم قدرة الدول الغنية على تسديد النفقات اللازمة، أو ربما عدم نية هذه الدول لتسديد النفقات اللازمة لتوجيه لقاحات أكثر إلى دول الفقيرة، جعل هذا الشرخ أكثر وضوحا عاما بعد عام. وما زلنا في أزمة مستمرة في هذا الشأن أيضا. الدول الفقيرة ما زالت غير قادرة على الوصول إلى نسب مناسبة من التلقيح، وبالتالي ما زال الوباء موجودا فيها كبؤر أساسية في العالم. هناك دول في إفريقيا مثلا لا إحصاءات لديها عن أعداد الوفيات أو أعداد المصابين، لا إحصاءات جدية. بالتالي نعلم بالفعل حجم هذه الأزمة في بعض الدول كذلك. نعم دينا. دينا، منظمة الصحة العالمية أكدت على أهمية تسريع وتيرة التطعيم، إذن لماذا نشاهد هناك تهاون فيما يخص سرعة إعطاء اللقاحات برغم تجديد المنظمة؟ يعني هناك مجموعة من العوامل. أولا، بعض الدول لا تتوفر لديها كميات وافية من اللقاحات. بدرجة ثانية، هناك شعور عام بالتراخي في على مستوى العالم. الناس ربما اكتفت من التعامل مع هذا المرض، تراجع استخدام الكمامات، تراجعت مسألة التباعد الاجتماعي وكيفية التعاطي التعقيم الأيدي مثلا الذي كنا نكرره في بداية هذا
هذه الأزمة. بالنسبة للدول أيضا هي تريد انفراجة اقتصادية باعتبار أن فيروس كوفيد 19 حد من عمليات السفر، من التجارة على مستوى محلي أو دولي، من حركة السياحة كذلك. هناك نية وإرادة من هذه الدول للخروج من هذا الحصار الذي فرضه كوفيد 19 والعودة إلى حياة طبيعية. بطبيعة الحال هذا ينعكس على أعداد الإصابات وعلى أعداد الوفيات كذلك، والتطعيم، اللقاحات لماذا لا يتم استخدامها؟ هي موجودة بالفعل ولكنها باتت أيضا جزءا من هذا التراخي العام. نعم، والتعامل مع فيروس كوفيد 19 بأنه أمر واقع. اتضحت الصورة. شكرا دينا من جنيف، مراسلة تلفزيون دولة الكويت دينا أبي صعب، شكرا جزيلا، ونسأل الله السلامة لجميع شعوب العالم. إذا نعود مجددا إلى ضيفنا في الاستديو، استشاري طب العائلة في المستشفى الأحمدية الدكتور أحمد عبد الملك. دكتور، يمكن من خلال متابعتك لمراسلتنا دينا في جنيف، أنا يمكن أنا انتبهت على شغلة معينة، يمكن أبي أنتش اللي انتبهت عليه. يمكن وقفنا على موضوع أن في دول ما أخذت الجرعات بسبب أن هناك في 10 دول كبرى أخذت الجرعات الأغلب يعني في هذا الأمر. نعم، أنا أتفق مع السادة دينا. عدم عدالة توزيع اللقاحات هو شيء يعني واقع. أنا في أحد الرحلات الطبية الإغاثية في أفريقيا، وأشارت إلى السادة دينا، مدينة ذات تعداد 500,000 نص مليون ما وصلهم التطعيم يعني نهائياً. وهذا الموضوع هو مو بس خطر على الدولة وإنما خطر على العالم كله. ليش؟ لأن عندما يكون هناك عدد كبير من السكان غير مطعمين، فرصة التحورات التي قد تكون تعيدنا إلى المربع الأول قد تكون موجودة حقيقة، لأن ماكو مناعة مجتمعية في هذه المجتمعات. أنا عندي يعني عتب كوني من الطاقم الطبي على منظمة الصحة العالمية، أن دائما الرسائل وايد ناعمة في موضوع عدالة توزيع التطعيمات. أنا كنت أرى أن يجب أن يكون هناك ضغوط أكثر على الدول، لأن بس يعني صراحة بس يعني كلام من دون ضغوط حقيقية على الدول. موضوع توزيع اللقاحات على الدول التي لم تأخذ حقها من اللقاحات يجب أن يكون أولوية عالمية، لكن للأسف الشديد الموضوع يعني ما قالت سياسي تجاري، وايد من العناصر داشة بالموضوع، لكن كناحية طبية وإنسانية يجب أن تعطى أولوية لتوزيع التطعيمات على هذه الدول التي لم تبدأ أصلاً في المرحلة الأولى من التطعيمات. نعم، وكما ذكرت دينا يعني الدول التي لم تتلقى التطعيم قد تصبح هي في المستقبل بؤر لتكاثر الفيروس ومتحوراته. دكتور، هناك الكثير أيضا من الدول في المقابل أنها تخلت عن الاحترازات الوقائية والصحية وتهاونت في تطبيقها. بالنسبة للأفراد، الآن نحن في موسم سفر، كيف يمكن للأفراد التعاطي مع هذا الأمر؟ يعني خصوصا في ظل التنقل في بين الدول العالم. نعم، طبعا كل دولة إجراءاتها أو بروتوكولاتها بالنسبة للكورونا تختلف. إحنا عندنا بالكويت الحمد لله تم رفع القيود بناء على الوضع الوبائي، إن حالات الإصابة قلت والمستشفيات تقريبا خلت وما عندنا وفيات. فموضوع إن إحنا ما نلبس كمام هو ليس تهاون، وإنما هو ماشي مع الوضع في الدولة. أحد الأصدقاء كان في سفر إلى سنغافورة، لا زال هناك حاجة لوضع الكمام. تسافر مكان ما يبون بي سي آر، تسافر مكان ما يبون تطعيم. لذلك إذا عندك سفر يجب أن تسوي سوية يعني سوية سيرش أو تسوي بحث إنه شنو تحتاج شنو ما تحتاج. قد أصلاً أنت ما تدش الدولة إذا أنت ما سويت البي سي آر أو ما سويت التطعيم، قد تخالف إذا أنت ما لبست الكمام في هذا المكان. فيعني إحنا ما شاء الله نحب السفر والآن لازلنا في وضع السفر، فيجب أن تسوي شوية بحث إنه شنو الإجراءات اللي تحتاج تسويها قبل السفر وأثناء وجودك في هذا. عفوا دكتور، خلينا نكون يعني واقعيين أكثر، شنو فائدة الإجراءات التنشيطية حاليا في مجتمعنا؟ فائدتها بكل صراحة، احنا قلنا ان شراسة الفيروس قلت، لكن هذه الشراسة لا زالت موجودة ضمن فئة معينة من كبار السن او عندهم مشاكل مناعية. لذلك هذه الجرعات التنشيطية اهميتها في حماية هذه الفئات اللي ممكن الفيروس يسوي لهم مشاكل. الى الان هذه هي الإجابة، قد يتغير لاحقا، لكن الى الان هذه الجرعة التنشيطية هي ليست للجميع. ترى احنا لو رحنا مركز التطعيم ما راح يعطونا التطعيم، لان من الشروط ان يكون فوق ال50 دكتور سنة. كلامك على متى انت قاعد نتكلم احنا عن كورونا ونجيب قاعد يكحكح، ما كحب الواحد ما يكحب هالبيت. دكتور، الشرائح المستهدفة من التطعيم
زائد نجيب. ايه طبعا هذه الكحه كحه طبيعيه، الاستوديو عندكم بارد ما شاء الله يعني صوره كبيره. وايضا نعم الحين يعني ترى مو بس كورونا، في امراض البرد وامراض الحساسيه الحين وقتها الحساسيه الانفيه او الربو. نروح الى من الفئات المستهدفه، اي احد فوق ال 50 سنه او عنده امراض مزمنه او اصحاب المشاكل المناعيه اللي الطبيب يقول لهم لا ما تاخذون تطعيم، فقط هذه الفئات الثلاثه. طيب في اقبال على اخذ الجرعات من الفئات الثلاثه هذه حاليا؟ صراحه يعني ماكو ارقام كبيره جدا، نتمنى حمايه لهم ان هذه الفئات يعني لا تاخر بالتطعيم. انا اظن ان الاقبال مو كبير جدا نفس المراحل الاولى، نفس ما قلنا ان حزتها كلها كورونا يعني. صحيح. ورسائل توعويه، لكن بكل صدق اذا الطبيب المعالج لك خاصه عندك شيء مناعي وصل لك بالتطعيم، انا ارى انك ما تاخذ التطعيم. دكتور، في اتهام دائما يعني من بدايه ظهور اللقاحات كان دائما هناك في اتهامات لهذه اللقاحات انها مثبطه للمناعه او قد تكون لها اثار جانبيه، فما مدى صحه هذا الامر؟ هي طبعا نفس ما قلتي في المربعات الاولى من الجائحة كانت الإشاعات كبيرة جدا. صحيح. طبعا اللقاح اللي يقول أنه مثبط للمناعة هو لا يفهم أو يفقه موضوع اللقاح. موضوع اللقاح هو نفس التدريب لجهاز المناعة، أن أنا أعطيك نسخة مخففة أو ميتة من الفيروس بهدف إحداث ردة الفعل المناعية وإنتاج الأجسام المضادة والتعرف على الفيروس. نعم، فهو تدريب، نفس التدريب حق جهاز المناعة، ولا يوجد أي تطعيم يحبط أو يثبط جهاز المناعة. بالنسبة لي سايد افكت أو الأشياء اللي ممكن تحوجك في أي تطعيم، يحوجك ممكن ألم مكان التطعيم والتورم، يعني حتى الأطفال بالضبط. بالطفل يعني بعد التطعيم ممكن يسخن، أنت ممكن تسخن يوم يومين وتحصل على مناعة طبيعية من دون رقم واحد تعرض إلى مضاعفات الفيروس، ومن دون أنك تكون ناقل للعدوى لغيرك. وهذا اللي وصلنا له يعني مربع، أن احنا عندنا الحياة الطبيعية بفضل رحمة الله عز وجل، ثم بالأخذ بالأسباب اللي أهمها موضوع التطعيم. نعم. دكتور، احنا داخلين على تغيير جو، يعني هالحين واضحة آثاره من الصيف إلى الشتاء. ناشبتني إسراء من الصيف إلى الشتاء إن شاء الله. هذه الفترة حساسية، ربو، جيوب أنفية إلى آخر من هذه الأمور اللي يعني خلاص الناس تبدي تحس فيها. تنصح بشيء معين في هذه الفترة؟ نعم، يمكن يسمونه شعبيا وقت الصفري أو وقت تغيير الجو من فصل إلى فصل. نعم، في أشياء معينة ننصح فيها بشدة. أول شيء نروح على التطعيمات. ترى احنا خلصنا يعني من كورونا ان شاء الله، بس في تطعيمات الشتاء الان، التطعيمات الموسميه وهي مهمه جدا، خاصه عند كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، الحامل، وتطعيم الانفلونزا وتطعيم النيموكوكل. وتطعيم الانفلونزا وايد مهم لانه يحميك من اصابه بالانفلونزا بنسبه تصل الى 80%، ويحميك من مضاعفات الانفلونزا خاصه عند كبار السن، لان الانفلونزا ممكن تعب كبار السن، وايضا يحمي موضوع الانتقال، موضوع انك تكون ناقل الى نشر العدوى للمرء. نعم. الشيء النصيحه الثالثه اللي اي واحد يعاني من الحساسيات الانفيه او العينيه او حتى الربو، خلي حرص رقم واحد على يعني على التكييف انه ما يصير وايد بارد. رقم اثنين النقطه اللي نعاني خاصه مع بنات حواء، موضوع العطور وموضوع البخور، يعني ما يصير واحد في حساسيه، موضوع البخور هم زين، ما يصير واحد في حساسيه يقعد يتبخر، لان البخور وان كان ريحته حلوه ترى هو مواد سامه، يعني اي شيء يحترق ينتج مواد هيدروكربونيه سامه وريحته حلوه، بس طبيا هو غازات سامه. يعني دكتور انت مو رفيجي. لا يعني وان كان ولا بد حب البخور، وهذه نصيحه يعني للبعض خاصه اللي يسوي الحركه هذه مالت الشماغ او مالت الهدوم، بخر الغتره او بخر الدشداشه والبسه، لكن التعرض المباشر على طول يسوي اثاره للاغشيه المخاطيه في العين وفي الانف وفي الصدر ويخليك تكحكح ويزيد المشكله الموجوده عندك. زين، انت قلت يعني قبل شوي قلت اكثر من مسمى، قلت لي الانفلونزا الموسميه وشنو الثانيه؟ نيموكوكا. النيموكوكا شنو هذا؟ النيموكوكا هو يسمى التهاب ذات الرئه، وهو نوع من انواع الفيروسات مو المشهوره وايد، لكن اذا حاشت الواحد ممكن تتعبه وتسوي له التهاب الصدر، يمكن اكثر على كبار السن. هذه مو عفوا لها تطعيم؟ لها تطعيم خاص. لها تطعيم خاص لمره واحده بالعمر كله؟ لا، ناخذ كل موسم تقريبا. موسم. كل موسم. موسم. نعم. لان هذه فيروسات الانفلونزا، وهذه يعني معلومه مهمه اشكرك عليها، ان انا ما اخذ التطعيم السنه اللي طافت، اخذه لان فيروس الانفلونزا من الفيروسات المشاكسه المتحوره اللي يغير من شكله
كل سنة، لذلك كل تطعيم ينزل لفيروس اللي موجود في هذه السنة. طيب أنا بس بتأكد من هذه المعلومة، يعني بزيد تأكيد، لا تناشبيني. التطعيم هذا مو مرة واحدة بالعمر؟ سنويا. نعم. طيب في تطعيم معين لرئوي يكون مرة واحدة في العمر؟ لا، غالبا تطعيم انفلونزا وذات الرئة أو نيموكوكل هذا يعطى كل سنة. وناخذهم جميع مع بعض نفس نعم الوقت؟ نعم، لك الخيار. طبعا الأفضل والأولى أن تطعيم انفلونزا تاخذه، يمكن نيموكوكل حق فئات معينة أكثر، فلك الخيار، لكن تطعيم الانفلونزا هو موصى به وبشده خاصه هذه الفتره. دكتور، بعد يعني خلال ايام ابنائنا الطلبه راح يعودون لمقاعد الدراسه، بعضهم خلال ايام بعضهم بعد شهر، شنو نصيحتك لهم من ناحيه الاجراءات الصحيه؟ نعم، نصيحتي لهم رقم واحد نفس ما قلنا، موضوع التطعيمات الانفلونزا خاصه حق الاطفال وايد راح يفرق بالنسبه لانتقال الامراض هذه الموسميه. يمكن اكثر نصيحه، انا طبيب عائله بطلع شويه عن امراض البرد، يعني اتمنى ان يهتمون بتغذيه الاولاد والاطفال الصحية. نعم، الصحيه، موضوع ان ناخذ وجباتنا من البيت وايد مهم. لما تشترون جناط اشتروا هذه اللانش بوكس، واتمنى من كل ام يصير عندها ثقافه غذائيه، تستخدم الخبز او التوست كامل النخاع الاسمر، تستخدم الاجبان الطبيعيه، ونوخر عن جبل القراص يعني وهذه الاشياء، نحط شويه خضروات للطفل، نحط له سناك من المكسرات او من الفاكهه، وكثر ما نقدر نوخر عن الاشياء اللي قد تكون موجوده في تنباع، المشروبات الغازيه الصبح ما يصير، حلويات، البطاط كل أصباغ، موضوع العجين الأبيض، كل هذا يساهم في موضوع سمنة الأطفال والمشاكل الصحية للأطفال. فالصحة تبدأ من موضوع اللانش بوكس هذا، فأتمنى يهتمون فيه. هذه مشكلة عندنا، السمنة هذه موضوع ثاني أيضا. دكتور أخصائي طب العائلة في مستشفى الأحمد الدكتور أحمد عبد الملك، شكرا جزيلا لك على وجودك ويانا.